وعن القمة الصينية العربية المنعقدة في الرياض وأهدافها وما يمكن أن يبنى عليها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. دكتور عبد الحفيظ، بداية مرحبا بك. زيارة الرئيس الصيني للسعودية تتخللها اتفاقيات استراتيجية بدأت بالفعل بتوقيع اتفاقيات مع السعودية، ماذا ينتظر أو ما هو المنتظر من القمة العربية الصينية؟ أرحب بك دكتور سمير وأرحب بالمشاهدين. حقيقة تحت شعار التعاون والتنمية يتم تعزيز أطر المسيرة الخليجية والعربية. لا شك قد تشمل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء في مجالات تشمل الجوانب الاقتصادية، التجارية، والطاقة. الحقيقة تشكل القمة الصينية العربية محطة مهمة ضمن سياق عالمي يسعى للخروج من هيمنة القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما كانت تخشاه حقيقة الولايات المتحدة وبدأ يتحقق، ولذلك بدأت تتجلى معالمه في أكثر من منطقة. يعني أصبحت الصين الشريك الأول لأوروبا بعدما كانت الولايات المتحدة، أصبحت الشريك الأول للدول العربية 330 مليار دولار. هي أيضا الميزان التجاري مع الولايات المتحدة يعني في 2021 570 مليار دولار، يعني صدرت الولايات المتحدة إلى الصين لا يتجاوز أقل من 100 مليار، يعني الميزان التجاري ضخم. ولذلك يعني الحقيقة الدول العربية يعني هي تصدر يعني إلى الآن الصين والهند، الشرق هو الذي يحتاج مواد الطاقة، وطبعا الغرب الولايات المتحدة لديها الطاقة، أوروبا لديها مشكلة في التحول إلى طبعا الطاقة. دكتور عبد الحفيظ، بحسب مراقبين فإن القمة الصينية العربية مدفوعة بمواقف واشنطن المتأرجحة تجاه إيران، كيف ترى موقف أمريكا من إيران؟ يعني إلى أي مدى، إن صغنا السؤال بطريقة أخرى، إلى أي مدى التقارب العربي الصيني هو ورقة ضغط على بايدن؟ بالضبط، يعني حقيقة أنا في ظني يعني السياسة السعودية عبر الحياد الإيجابي الذي اتخذته في ملف الطاقة مؤخرا، وليس في ملف الطاقة بل أيضا في العقوبات المفروضة على روسيا، أيضا في مواجهة الصين، هذا الحقيقة يعني الموقف أجبر الغرب والشرق كلا الجانبين للاختيار المنطقة بناء على مصالح كل طرف. فالصين حينما تأتي إلى المنطقة هي بعد الجائحة، هي تود أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 7% لكي تحقق أهدافها. كذلك المنطقة هنا في أزمة مع الولايات المتحدة. فحقيقة لكن المملكة العربية السعودية أوضحت أن الصين أن التعاون مع الصين شراكة اقتصادية، وأن أمريكا تحالف أمني، ولذلك نحن نلاحظ الإفراج أو التوسط عن والإفراج عن السجناء بين أمريكا وروسيا هي تهدئة. طيب، تهدئة خواطر. إذن دكتور، من الناحية الاقتصادية يعني الصين تريد أو هي خففت بالفعل من قيود جائحة كورونا وما يتعلق بها، كيف ستكون هذه الاتفاقية العربية الصينية، كيف سيكون تأثيرها على الاقتصاد في المنطقة؟ لا شك يعني أولا يعني أن دول المنطقة أدخلت لاعب جديد في المنطقة بدلا من الاعتماد على لاعب أحادي، هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، هناك التقاء أو كما تم توضيحه، هناك توائم ما بين مبادرة الحزام والطريق
التي تعبر آسيا الوسطى وتمر بالشرق الأوسط، تتلائم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي رؤية شرق أوسط أوروبي وليست رؤية سعودية. ولذلك يعني الحقيقة يعني هذا التعاون وهذه الشراكة، لأن هناك شراكة استراتيجية شاملة وهناك تعاون اقتصادي، ومن أجل أن تصبح المنطقة، لأنه الحقيقة الصين غيرت أولوياتها، كانت تستثمر 60 مليار دولار في أفريقيا جعلتها 40 مليار، وبدأت تركز على أن تكون دول المنطقة وبشكل خاص دول الخليج أو المملكة العربية السعودية مركز إقليمي للصناعات الصينية، بحيث تكون بوابة إلى أو تشتري في سلاسل الإمداد العالمية إلى أوروبا إلى أفريقيا. وهذا بالطبع يعني بحسب ما يرى مراقبون أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيؤثر أو تؤثر تلك الشراكة العربية الصينية على شكل وطبيعة العلاقات العربية الأمريكية خلال هذه المرحلة؟ الحقيقة يعني كما ذكرنا يعني حددت دول المنطقة، أو هناك يعني المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي حذر الصين من التمدد وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط، واعتبر أن الولايات المتحدة يعني هي تطرح على الطاولة خيارات أفضل، وهي يتساءل لماذا دول المنطقة لا تأخذ بها. ولذلك نجد يعني أن يعني الولايات المتحدة قلقة من هذا النفوذ الصيني، ولكن دول المنطقة هي توازن الحقيقة، المملكة العربية السعودية هي توازن ما بين الشرق والغرب. هل سيتغير شيء فعلا يعني أستاذ دكتور عبد الحفيظ؟ هل فعلا سيتغير شيء، وخاصة أن جون كيربي هدد وقال أن هذه الزيارة لن تكون بذات فائدة؟ هو لم يتهم دول المنطقة، وإنما هو يعني وجه انتقاده للصين فقط، بينما دول المنطقة لم ينتقدها، وهو يدرك مدى صلابة دول المنطقة وكيف اختارت الحياد الإيجابي في ملف الطاقة، واختارت الحياد الإيجابي في مواجهة روسيا ومواجهة الصين، ولذلك لم يعد يعني حقيقة أمام الولايات المتحدة إلا أن تتنازل، يعني بدل أن تتنازل دول المنطقة بشكل خاص المملكة العربية السعودية تتنازل في ملف الطاقة، بل بالعكس هي من تتنازل لدول المنطقة، لأنه حقيقة الزيارة أتت في وقت مهم جدا للغاية، وهي زيارة تاريخية، لأن كانت الحقيقة نلاحظ يعني أن حينما وضعت الدول السبع ووافقت عليه الدول 27 الأوروبية على سقف النفط الروسي، هو يستهدف نفط أوبك، ولذلك أتت هذه الزيارة، وأنا في ظني أن الولايات المتحدة لن تتراجع، ولكنها لن تواصل المسير في هذه الخطة التي تستهدف دول أوبك وتستهدف الطاقة بشكل عام. وأثبت المملكة العربية السعودية أوضحت للولايات المتحدة بأنها هي يعني هناك يعني تخفيض الإنتاج 2 مليون بسبب الركود العالمي، وبالفعل الآن انخفضت الأسعار من 88 دولار إلى 77 دولار، وهذا يثبت نظرية ودقة يعني هذا التخفيض، وأن المملكة رغم أنه بايدن يعني أفرج عن 180 مليون برميل ثم 15 مليون برميل من الاحتياط الاستراتيجي، ولكن ذلك لم يؤتي أكله، ولكن المملكة العربية السعودية هي ترفض يعني الخروج عن المسار الاقتصادي لهذا التخفيض. وضحت الصورة دكتور، وضحت الصورة، نشكرك جدا دكتور، ونعتذر لضيق الوقت. الدكتور عبد الحفيظ المحبوب الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا من مكة المكرمة.